وفوز الفريق الضيف في ثلاث مباريات، 18 هدف في الجولة، 11 هدف سجلوا بالقدم اليمنى وستة أهداف سجلوا بالقدم اليسرى، هدف وحيد هو كان رأسية عبد اللطيف الغنام في مرمى التعاون، وهنا كرة معاه المسابقة. عماد الحوسني يأتي بالانطلاقة في العمق الاتفاقي ويسجل بذكاء كما يقول غرب العمري، يسجل بذكاء وكرة على يسار محمد خوجة يضعها وضع العماني الدولي عماد الحوسني، وهدف في الدقيقة 38، هدف أهلاوي في الدقيقة 38، ثورة هجومية للفريقين، 4 أهداف في 38 دقيقة في هذا اللقاء مع ابتسامة وفرحة أهلاوية. شوف عماد الحوسني بالرغم من وجود مارسينيو، بالرغم من وجود مالك معاذ، بالرغم من وجود حسن الراهب، ولكن استأذن الثلاثة واستأذن الجمهور ووضع كرة وضع رائعة على يسار الحارس محمد خوجة، هدف ثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 38، هدف ثالث.